ألسر الأرتيريال ألسر لور ليمب إسكيميا. ونحب تكون الشغلة انتر أكتينج، بلاش تكون يعني زي محاضرة، أي حدا عنده أي سؤال أي حدا عنده أي شيء يقدر يسأل بأي وقت، ما في مشكلة. تمام يا شباب؟ تمام دكتور. الله يعطيك العافية. هسا عادة يعني هاي it's a very common complaint in general surgery اللي هي lower limb ulcer in general، يعني هو جرت العادة إنه يسموها diabetic foot، لأنه أغلب مرضانا بيكون عندهم diabetes، لأنه ال three known ulcer بالسيرجري عادة الكوست تبعهم يكون ديابيتس مينلي، يعني إما مرض مريضك بيجيك يا إما فينوس ألسر يا إما أرتيريال ألسر يا إما نيوروجينيك ألسر. هسا رح نحكي عن كل واحدة بالتفصيل ورح نحكي عن الأبروتش لهم. as any patient in medical field دائما الأبروتش start clinical approach، يعني history examination، بعدين ببلش باللاب investigation، بعدين ببلش بالإيميجينج. عادة الهيستوري بمرضى الديابيتيك فوت بيكون أقل من غيره، لأنه راح يكون الكومبلين تبعت المريض يقول لك أنا عندي ألسر برجلي وريفر. هسه السايت تبعها بيفرق معك كثير، عشان هو ممكن يحدد لك وشو الكوز، تقدر تحدد الكوز أكوردنج للسايت. بالهستوري عادة تعرفين نبلش مع البيشنت بروفايل، لأنه الايج مثلا very important issue on this complaint. أغلب البيشنتس بيدوك الدارليوفيج. الباست ميديكال باست سيرجيكال هيستوري برضو إشي كثير مهم، لأنه مثلا أغلب مرضاك راح يكون دايابيتيك هايبرتنسيف. السوشيال هيستوري البيشنت على أغلب راح يكون سموكر. الباست سيرجيكال هيستوري إذا إنه عامل سيرجري صاير عنده بريفيس فراكتشر. عامل ألو حضرتك بتحكي قاعد دكتور لازم سامعيني كويس؟ المايك يكون فاتح اول ما يفوتوا. تمام سامعيني كويس يا حمزه؟ تمام ممتاز دكتور. فبحكي لكم بالهيستوري عاده اول بنبلش بالسوشيال هيستوري، بعدين بنبلش مع الكومبلينت تبعته. عاده ما بتكون ايزوليت كومبلينت، بحكي لك انه اجرو في عنده ألسر. الكومبلينت تبعت البيشنت عاده بيكون مع اسوشيتد كومبلينت، يعني اما بكون معها بين، البين دائما بعطيك هنت لارتيريال ارتيريال اوريجين او ارتيريال كوز للالسر. يعني اذا في بين على الاغلب بيكون ارتيريال كوز، اذا بين لس على الاغلب بيكون نيوروجينيك، لانه تعرفين نيوروجينيك عاده تكون بريشر السر سستيند بريشر على البريشر ارياس اللي هم الهيل والهيت، اذا تعرف عاده بصير عند المرضى بريشر السر. الفينوس برضو على السايت بتكون عاده ابوف اللاترال مالوس اللي احنا بنسميها الجتر اريا. فالبين شيء كثير مهم، لانه ممكن يحدد لك الكوز اوف ذا ألسر. يعني زي ما حكينا بين لس عاده بتكون نيوروجينيك ألسر، اذا انه بينفول موستلي بتكون ارتيريال ألسر، لانه بيكون في عنده اليمنت اوف ارتيريال انسبشنز وبور بريفيوجن للليمب، وهي اللي عملت له الارتيريال ألسر اللي هي عاده بتكون ديستال قد ما يعني عاده تكون هي بالتوز وبتكون برضو بالبلانتر اسبيكت اوف ذا فوت. تمام الفينوس عاده تكون برضو فيها بينفول بس نوت از ارتيريال ألسر، تكون بينفول والسايت تبعها زي ما حكينا بتكون بالجتر اريا اللي هي ابوف اللاتر الميديال مالوس. اسوشيتد سيمتوم بتفرق معك، اذا انه مثلا تسال عن اذا صار عند المريض كولدنس، اذا صار عند المريض هوتنس، انه كل شيء بيعطيك امبريشن للكوز. عاده المرضى الارتيريال ألسر بيكون عندهم كولدنس باللم، بيكون عندهم اليمنت اوف انترميتنت كلاوديكيشن او ريست بين، يعني كله هذا بتلاقيه بالهيستوري. مرضى الفينوس انسفشنسي بالعادة بيكون عند اللي هم فينوس ألسر بيكون فينوس انسفشنسي، بيكون عندهم وورم ليمب، بيكون عندهم سولن بيتنج إديما بالليمب. فهاي الشغلات اللي بالهيستوري تعطيك هنت انه شو الكوز. انت دائما تسأل عن شغلات سيجنيفيكانت اللي ممكن تعطيك
هنت عن الكوز تبع الألسر. تمام يا شباب، في حدا عنده أي استفسار بخصوص موضوع الهستوري؟ دكتور بس بصير تعيد تبعيت الأرتيريا الألسر. هسه الأرتيريا الألسر حكينا بده يكون معها أشياء تسأل عنها بالهستوري. الأرتيريا الألسر عادة most common site للأرتيريا الألسر. The site is impressive of the cause of the ulcer. سواء كان arterial سواء كان venous سواء كان neurogenic. عادة نعيدهم من أول وجديد لون الشباب شكلهم بلش يلتحقوا هسه. الأرتيريال most common site إلو the tip of toes والplantar aspect of the foot. تمام. الفينس ألسر مينلي بتكون على الجتر اريا اللي هي above the medial malleolus. النيوروجينيك ألسر هي عادة بتكون pressure ألسر، بتكون عادة at the site of head of tarsal and the heel، لأنه الاريا بيكون patient sustained pressure عليها with painless pressure، ما بيكون حاسب أي pain، بيصير عليها ischemia بتصير ألسر وهو المريض بعده مش حاسس، فبتكون بالبرشر اريا. المريض عاده بكون يعني المريض لما يقعد بيكون ان كونتاكت وذ جراوند، يعني الاريا بتكون ان كونتاكت وذ جراوند. عشان هيك مرضى النيوروجينيك مرضى السي بي اي بصير انهم بتسور بالساكرال اريا، لانه اغلب الوقت بيكون سوباين بوزيشن. البون بروميننس اللي هي الساكرم بتكون هي ان دايركت كونتاكت وذ الجراوند او البيت، وبكون عليها سستيند بريشر وبينلس. فلما تكون بينلس وذ تايم بصير عندها اسكيميا من السستيند بريشر وبصير عندهم النيوروجينيك او الفينس ألسر. تمام. حكينا كل شيء بيكون معه اعراض ثانيه، يعني مريض الفينس ألسر بيشكي لك مين وورم ليمب سولن ليمب، يكون في عنده سويلينج بالليمب، يكون في عنده هوتنس بالليمب لانه في عنده اليمنت اوف فينس انسفشنسي. واغلب الاحيان بيكون عنده الارتيريال بريفيوجن يكون جود. مرضى الارتيريال ألسر بيكون عندهم كولدنس، بيكون في عندهم هيستوري اوف كرونيك ليمب اسكيميا. هسه راح نحكي عنهم الكرونيك والاكيوت ليمب اسكيميا. الكرونيك ليمب اسكيميا بيكونوا بتقسموا لانترميتنت كلاوديكيشن، بنقسموا ل ريست بين، وفي نيكروسيس اللاست ستيج. الاكيوت اسكيميا برضو راح نحكي عنها. فبيكون معهم اشياء سيمتوم هذا كله بتعرفه من الهيستوري. النيوروجينيك ألسر اساس بيكون انه مينلي بيكون الكومبلينت تبعته نمنس، بيكون في نمنس باللمب من الاساس، وبقول لك انا من الاساس اي كانت فيل ماي لمب، زي السوكت بسموها كل رجله بتكون نمنس وكانت فيل هز لمب. تمام. هذا الابروتش تبعنا اول شيء بالهيستوري. بعدين قلنا نسال عن الباست ميديكال هيستوري، اذا عنده دايابيتس، اذا عنده هايبرتنشن، سموكينج از كريتيكال كوموربيديتي ان ذس ايشيو. بنسال عن الباست سيرجيكال هيستوري، ممكن يكون مريض عنده من الاساس عنده كرونيك ليمب اسكيميا وعامل باي باس او وريفر باي باس او ستنت، احنا كله بنسميه ريفاسكولاريزيشن للليمب يعني. فهذا كله بعطيني هنت عن الاوريجين. اذا عنده بريفيس دي بي تيز، اذا كانت الاولد ايج فيميل، مالجنسي، مالجنسي بيمشي مع دي في تي، بريجنسي ممكن برضو توورد دي في تي، مريض بدريدن ماشيك توورد انه دي في تي وصار عنده فينس انسفيشنسي. فكل شيء بالهيستوري ممكن يدلك، انت بتسال عن اشياء اللي يدلك على الكوز تبع الالسر. تمام. في حدا عنده اي استفسار بموضوع الهيستوري؟ شباب معانا ولا وين رحتوا؟ لا تمام دكتور، ما في اي سؤال بموضوع الهيستوري. تمام تمام دكتور. طبعا في شغله كمان كثير مهمه اللي هي الديوريشن. الديوريشن تفرق معانا كثير، لانه اذا انه كان اكيوت او كرونيك، لانه انت عاده بالكرونيك ألسر بتخاف من شيء اسمه مالجنسي اللي هو سيكوين السيل كارسينوم او المارجولين ألسر بحكوا لها. ف يعني يو هاف تو كونسيدر الديوريشن اوف ذا ألسر. هسه يعني اي كرونيك نون هيلينج ألسر، كرونيك نون هيلد ألسر، يعني هسه ممكن مريض يقول لك صار عندي ألسر وهيلد ورجعت الألسر ورجعت هيلد،
هاي هي الألسر عادة موستي بتكون بناين due to infection, due to vascular insufficiency, due to venous insufficiency. بس chronic non-healing ulcer برضو بعطيك alarming sign لmalignancy. فالduration برضو كثير يجي مهم بالهستوري. تمام؟ هذا هو موضوع الهستوري. بعدين بنبلش الموضوع الexamination. هسا الexamination احنا لما نفحص للpatient زي لما تفحص ل اي ألسر موجوده بالجسم بتعرفوا انتوا الديسكريبشن حكينا اول شيء السايت السايت شيء كثير مهم لانه بيحدد لك الاوريجين تبع الألسر الألسر ممكن تكون يعني مالتي فاكتوريال الكوز تبعه لانه مريض دايبيتس عاده ويكون عنده اليمنت اوف كرونيك ليمب اسكيميا مع نيوروباثي فبكون عنده الكوزز بتكون اكثر من اكثر من كوز يعني تمام فاحنا بنبلش اول شيء الاكزاميشن تبعنا دائما as any examination lower limbs بتعمل exposure للبوث limbs to compare between both limbs بتطلع على اول شيء بلش بالالسر الاشياء الموجوده significant الألسر بلش بالسايت بالسايز بالشيء يعني مثلا المريض عنده فينوس ألسر ارتيريال ألسر يو ستارت ديسكريبشن بتكون على البلانتر اسبيكت تحكي مثلا اي هاف ذير از اول شيء بلش بالسايت ألسر ان ذا بلانتر اسبيكت اوف رايت فوت بتبلش بالسايز تعطي يعني شيء تقديري بالنسبه لك يعني اراوند 2 باي 2 2 باي 3 حسب السايز اللي انت شايفه الشيب ريجولار شيب سفيريكال شيب الريجولار شيب بايراميدال شيب اللي انت بتشوفه يو هاف تو ديسكرايب بعد ما تعطي الديسكريبشن السايت السايز الشيب يو هاف تو ديسكرايب الايدجز الايدج از فيري امبورتنت ان ذا ان ايدنتيفاينج اوف ذا كوز اوف ذا ألسر يعني عاده مريض الارتيريال ألسر بتكون الإجز تبعتهم bunched out لأنه فيش healing process يعني very poor healing فبتلاقوا الإج bunched out مرضى الفينس ألسر عادة بتكون sloping edges sloping في good arterial perfusion بس مشكلتنا بالفينس return venous insufficiency فعادة بتلاقي الإجز تبعون المرضى ال وفي ناس تلاقيهم سلوبينج ايدجز يعني سلوب لانه بيكون في هيلينج ستارتنج فروم ذا ايدجز فالايدج فيري امبورتنت برضه في اشياء ثانيه مثلا بقول لك اندرمايند مثل مرضى التي بي والسيفلس بتفرق معك بس عاده هاي شغلات كثير نادره لما تشوفها المالجننت ألسر اللي هن البيزل سيل كارسينوما الرولد اوت ايدجز وفي السكويموس سيل كارسينوما بتكون ايفيرتد ايدجز فالايدج بعطيك impression عن the cause of the ulcer تمام بعد ما نحكي site, size, shape, edge, edges بنعلق على في عنا شغلتين موجودات بالألسر examination واحدة بالinspection واحدة بالpalpation بالinspection you have to describe the base of the ulcer base انت بتوصفه الاشي اللي شايفه اذا انك انت شايف مثلا في عندك necrotic tissue there is necrotic sloughing tissue في healing tissue إذا نردش في granulation tissue there is a granulation tissue على البيز كل هذا بتعمل description إذا أنت شايف by inspection إنه مثلا شايف tendon you have to do the, to see it to say it إذا أنك شايف exposed bone particles blood wherever you are seeing you have to describe هذا by inspection بعد ما تخلص الانسبكشن للألسر نفسه you have to inspect surrounding tissue إذن لأنه surrounding tissue بعطيك إمبريشن برضو عن الأوريجن هسا إذا مثلا في حواليه هايباريميا الريثيميا وفي عندك البيز نيكروتيك يعني هذا في عنده element of infection active infection إذا إنه كان ال surrounding tissue shiny hairless ما بيكون ماشي مع element of
arterial ulcer. إذا كان في عنده edema أو subcutaneous fluid و subcutaneous edema برضو هذا يمشي مع venous ulcer. يعني فالسراوندينج تيشو برضو بعطيك impression عن الكوز. تمام يا أخوان، إحنا قاعدين نحكي بعدنا عن description of the ulcer نفسها. معانا؟ معك دكتور. في إشي مو واضح لحد النقطة هاي اللي نعيد ونحكي عنه ونشرحه؟ لا واضح دكتور كله. تمام. هسا بعد ما خلص inspection الألسر you have to inspect both lower limbs. لازم لا you have to speak about the color of the limbs. يعني إذا نقولنا حكينا إذا ها والله في redness وفي swelling معناته هاي ماشي مع إشي فينس. إذا إنه كانت فيها بلوش discoloration pale extremity بيمشي مع arterial ulcer. إذا the hair distribution skin shiny skin loss of hair هذول بيمشوا مع chronic arterial insufficiency. تمام. بعدين you have to examine between the toes لأنه عادة ممكن تلاقي هناك wart infection، تلاقي ulcers. الأريا إنها دائما wet good environment for infection. You have to compare between both lower limbs. يعني إذا شفت رجل الكالر تبعها pale أي أساس قررت إنها pale according لل contralateral limb. تمام. هذا بال examination. حكينا بتدور على الأشياء اللي تفيدك بالأرتيريا، أشياء تفيدك بالفينوس ألسر، السكين كولر، الهير ديستريبيوشن، المصل إذا في مصل ويستنج عادة برضو مش مع كرونيك أرتيريا كرونيك ليمبسكيميا. تمام. فهذا كله بيساعدك بالتشخيص. بعد ما نخلص من الإنسبكشن بنبلش بالبالبيشن. هسه البالبيشن بنبلش بالألسر نفسها، حكينا في عندنا بيس وفي عندنا فلور. تحط اصبعك بتشوف شو الفلور الموجود عندك. الفلور هل هو سبكوتينس تيشو، هل هو مصل، هل هو بون، هل هو تندون. يو هاف تو ديسكرايب. تعمل سكويز للالسر طبعا باي بالبيشن تشوف اذا في تندرنس ولا ما في تندرنس. برضو هذا بعطيك انت انه هل هو نيوروجينيك ولا ارتيريال، بالإضافة إلى السايت. السايت بعطيك إمبريشن عن شو الكوز أوف ذا ألسر، وبرضو التندرنس بعطيك إمبريشن عن الكوز أوف ذا ألسر. فبتشوف إذا في تندرنس ما في تندرنس، بتشوف الفلور تبعك شو هو، بتعمل سكويز بتشوف الكونتنت اللي بتطلع معك من الألسر. ممكن يكون سيروسانجوس. السيروسانجوس عادة بيطلع مع الهيلينج ألسر مع الجرانيوليش تشو، ممكن يطلع معك بس إذا إنفكتد ألسر. يعني بعطيك impression إنه شو الإشي اللي قاعد تعمل معه. هسه إذا في granulosa tissue healing ulcer management تبعتك completely راح تختلف عن لما تكون infected ulcer. تمام. بعد ما نخلص examination الألسر نفسها بنبلش نعمل examination للpulses of the both lower limbs. الpulses عادة بنبلش dorsally to media distally to proximal يعني from the most the distal the most proximal. بنبلش عادة بالفوت بالدورسال سبيديس وبالبوستيرير تيبيال. مين يحكي لي الدورسال سبيديس وين نقدر نفحصه يا شباب؟ فوق الميديال، فوق اللي هي ايش اسمها ميديال ميليوس ايش زي هيك. أنا سألت عن الدورسال سبيديس مش البوستيرير تيبيال أرتري بولس. هسا الدورسال سبيديس بنفحص بالدورسال أسبيكت أوف ذا فوت لاترال للإكستنسور هالسس لونجاس. هسا في عنا إكستنسور هالسس لونجاس تبع البيكتو على الدورسال أسبيكت. لاترال للإكستنسور هالسس لونجاس أجينست النافيكولار بون. دائما اي مكان بدك تحكي لي بدك تحكي لي انتوميكال لاند مارك. انتوميكال لاند مارك لما تنزل وين تفحص الدورسال سبيديس ارتري تحكي انه انا بفحصه لاترال للهالسس لونجس تندون اجينست نافيكولار بون. هناك بحس الدورسال سبيديس ارتري. البوستيرير تيبيال ارتري بحسه بوستيرير اند سوبيرير للميديال ماليولس 1 سم بوستيريور اند سوبيريور
لا الميديا المالي بس. فأنا ببلش بالبلسز طبعاً قبل لا أبلش بالإكزامينشن بولس بفحص الليمب، أنا بشوف إذا أنها فيها هوتنس فيها كولدنس، لأنه حكينا هذا كله بيساعدني أميز الأوريجين أو الكوز أوف ذا ألسر. إذا في كولدنس بيمشي مع مع الأرتيريال كوز، إذا إنه في هوتنس بيمشي مع الفينس كوز. الكابيلر ريفل، في جود كابيلر ريفل ولا ما في جود كابيلر ريفل؟ إذا في جود كابيلر ريفل معناته في جود فاسكولر بريفيوجن، ما في كابيلر ريفل معناته على الأغلب في بور فاسكولر بريفيوجن. هذا كله باي بالبيشن. بعدين ببلش أفحص بالإيش بال بالسس اللي حكينا، نبلش من الو دكتور كانه رحت فصلت شوي مشكله بالنت، كان لا رن على تليفوني. معي انتوا سامعيني؟ سامعينك. هسه حكينا بعد ما نخلص الاكزامينشن تبع اللور ليمز الانسبكشن بلش بالبيشن، نفحص الالسر نفس الطريقه اللي حكيناها. وي هاف تو تشيك اذا التمبرتشر، اذا في تندرنس حكينا التمبرتشر، بنبلش بعدين كابيلاري ريفيل. قلت كابيلاري ريفيل دكتور مش سامعينك. اعتذر منك وانا بس لانه طلبوني على العمليات. خلينا نخلص الموضوع اللي نشرحه على السريع عشان اروح انزل على الشباب. سامعيني انتوا هسه؟ تمام. الو دكتور صوتك مش واضح. دكتور دكتور النت عندك بقطع، كمان صوتك بقطع. هسه سامعيني كويس؟ هيك ممتاز. انا بعتذر منكم بس انهم طلبوني على العمليات. خلينا نخلص موضوعنا اللي بلشنا فيه على السريع. تمام تمام. هسه حكينا نفحص البلسز الدورسال سبيديس بوستيرير تيبيال على الانتوميكال لاندمارك، بعدين نطلع نفحص البوبليتي الارتري. عاده البوبليتي الارتري بنفحصه في البوبليتي الفوسا، بتكون فليكس ني وفيري ديفيكلت تو بي اكزامين انلس انه في عندهم بيشنت بوبليتي الانيوريزم. واخر شيء بطلع انا بفحص الفيمورال، طبعا باي لاترال انا بفحص على الجهتين. تمام، عشان اقرر هل هو شيء سنترال من فوق الكوز تبع الفاسكولار انسبشنسي ولا سيبريتد لكل لمب لحال. اذا البلس دايمنشن باي لاترالي عاده بيكون الكوز ارتيريو ايليك، يعني بده يكون يا اورتيك انيوريزم يا مكالسيفيكيشن بالاورتا يا اما استينوسس بالبوث كومون ايليك، يعني بده يكون شيء مور سنترال. تمام، بعد ما نفحص البلسز نعمل نيوروجين نيوروفاسكولار نيورال نيو اكزامينيشن، نشوف الفاين تاتش سنسيشن البروبيسبشن، انه هذا كله بيعطينا هنت عن اذا في عنده نيوروجينيك يعني اذا في عنده نيوروجينيك السر او عنده ديابيتيك نيوروباثي. تمام معي يا شباب؟ معك دكتور. معك. هسه بعد ما نفحص البلسز ونعمل شيء النيورولوجيكال اكزام، بنفحص الانجواينال لينف نود باي لاترال، لانه قلنا اي السر ممكن تكون مالجننت، في عندنا سكوين الصل السر المارجلين السر اللي هي بتصير عاده بالكرونيك نون هيلينج السر، تكون اول شيء السر كرونيك نون هيلينج السر كرونيك اريتيشن ممكن يصير في عندي مالجننت ترانسفورميشن لسكوين الصل كارسينوما. فعشان هيك بارت من اللور ليم اكزامينشن أعلى بدك نزع عليهم العمليات، كنت أخلص وأنزل خلص. سمعني يا شباب؟ اسمع في هناك غرفة غيار عندك العملية إذا في تحت غرفة غيار الوصلة
الانجوينال لينف نود اكزاميشن از بارت فروم ذا لور لينف اكزاميشن. بس نخلص هذا، في حدا عنده فكره شو بعدين نعمل؟ حدا يشاركنا؟ شباب سامعيني؟ معك دكتور. هسا خلصنا احنا الانسبكشن وخلصنا البالبيشن، في اشي نيفر ايفر اندور فاسكولار اور لور ريم اكزام بدون دوينج اي بي اي بنسميه احنا، اللي هو انكل بريكل بريشر اندكس. انكل بريكل بريشر اندكس، في حدا منكم عنده فكره عن الانكل بريكل بريشر اندكس؟ ايش هو ممكن راديو فيمورال ديلي؟ لا مش راديو فيمورال ديلي. هسه الانكل بريكل بريشر اندكس هو نون انفيزيف بروسيجر تعطينا امبريشن عن البريفيوجن لللور ليمب. انا بعملها اني بقارن البلد بريشر بين اللور ليمبس على البلد بريشر مع الابر ليمب. باخذ انا بستخدم في شيء اسمه جهاز اسمه هاند هيل دوبلر. الهاند هيل دوبلر بعطيني سيجنال على الارتر اذا فيه بلس او ما فيه بلس. تمام، باخذ البلد بريشر تبع البوث ابر بريكيال ارتريز. تمام، زي ما باخذ اي طلقه ضغط بحط الكف وبعمل انسبليشن لها فوق اباف السيستوليك بلد بريشر، وباخذ قراءه البلد بريشر السيستوليك بلد بريشر للبوث بريكيال ارتري. باخذ القراءه، طبعا احيانا بيكون في ديسكريبنسي بين ذا تو سايدز، فبالحاله هاي انا باخذ القراءه الاعلى. يعني اذا الرايت بريكيال ارتري السيستوليك بلد بريشر فيها مثلا 140 والليفت 135، باخذ قراءه تبعت الرايت اللي هي 140 الابر ريدنج. تمام، بعدين بنزل على اللور ليمب بحط الكف تبعتي اجينست ذا انكل وبعمل انسبليشن وباخذ قراءه واحد من اثنين، مش شرط يعني، يا اما بالدورسال سبيديس يا اما البوستيرير تيبل باستخدام الهاند هيل دوبلر، وباخذ قراءته وبقسم قراءه اللور ليمب على الهايست اوف ذا ابر ليمب، بعطيني شيء اسمه انكل بريكل بريشر اندكس. معي؟ في حدا عنده استفسار عن طريقه عمل الانكل بريكل بريشر اندكس؟ دكتور الهدف منه بس انه ما يكون فرق كثير بالبريشر يعني؟ لا 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 لا، هو له قراءه، في له في في له جدول بيساعدك تعرف شو المشكله اللي عند المريض. يعني الانكل نور، بس انا بعد ما اقسم الانكل بريشر على البريكل بريشر راح يطلع لي قراءه. هسه اذا انه تحت 140 وفوق 140 راح يطلع الانكل بريكل بريشر اندكس 1. تمام، اذا انه تحت البريشر عندي 90 وفوق 120 راح يطلع عندي 0.7 مثلا. تمام، كل قراءه بعطيني امبريشن عن الديزيز تبع المريض. يعني النورمال انكل بريكل بريشر اندكس بين 0.9 ل 1.2. اذا الرينج بين 0.9 لل 1.2 This is normal ankle breakal pressure index. تمام؟ هسه between الـ 0.8 والـ 0.5 في كتبه هي 0.4 هذا عادة بعطيني impression أن المريض عنده إشي اسمه intermittent claudication اللي هي جزء من الـ chronic limb ischemia. إذا أنه بين الـ 0.5 والـ 0.3 أو 0.2 بنسميه rest pain اللي هو ادفانس ستيج من الكرونيك ليمب اسكيميا. اذا انه اقل من 0.2 هاي عاده بيكون سيفير الكرونيك ارتيريال انسفشنسي، بيمشي مع نيكروز عاده المريض يكون عنده نيكروز. تمام دكتور، الميتنج راح يسكر كمان دقيقه فبنرجع بنفوت من نفس الرابط. تمام عرفتوا ايش بفيدنا قراءة الانكل بريكل بريشر اندكس؟ دكتور حدا يقول لي من شو النورمال؟ يعطيني حدا بس قراءة النورمال عشان تأكد انه يكون انتراكتين معانا. نورمال 0.9 ل 1.2. تمام، من 0.8 ل 0.5 شو نعتبره؟ intermittent claudication. يا سلام عليك، واقل من 0.5 من 0.5 ل 0.3 كان الريست بين
بين 0.5 ل 0.2 ريست بين. The point 3 ريست بين اقل من 0.3 معناته اكيوت ارتيريال انسفشنس سيفير ارتيريال انسفشنس جوينج وذ نيكروسيس. تمام تمام. اكثر من 1.2 هسه هذا السؤال اكثر من 1.2 يعني اذا انه البريشر بالانكل اعلى من البريشر بالبريكل. هذا عنده اي فكره؟ هسه اعلى من 1.2 عاده بيكون مش شرط انه يكون البريفيوجن للور لمب كويس. اعلى من 1.2 معناته على الاغلب البيشنت از ا دايابيتيك بيشنت وعنده كالسيفايد بصير لمب ار ستيف ديو تو ادفانس ايج اور دايابيتس. تمام دايابيتس بصير في كالسيفايد فيزلز فبعطيني فولس هاي ريدنج. هي فعليا الريدنج ما بتكون ترو فعليا البريفيوجن لللمب مش شرط يكون اوبتيمال ولا جود بريفيوجن ممكن عنده انسفشنسي ارتيري انسفشنسي. انكل بريكر بشر اندكس ابوف 1.2 بعطينا امبريشن انه البيشنت عنده دايابيتس وعنده كالسيفايد وول فعشان هيك بعطيني فولس هاي ريدنج. هذا بخصوص الاكزامينيشن للبيشنت اللي عندهم لور لمب ألسر وعندهم اليمنت اوف ارتيريال انسفشنسي. هسه اللور لمب اسكيميا بالعاده تنقسم ان جنرال تنقسم ل تو تايبس اكيوت وكرونيك. معي acute limb ischemia شو الكوز تبعها؟ حد بيعرف شو الموست كومن كوز للacute limb ischemia؟ DVT هي ايش؟ deep vein thrombosis vein. هسه افهموا علي عشان تكونوا بالصوره. هسه الكوز اوف lower limb ischemia عاده بيكون يا اما امبوليك يا اما اثيروليتيك يعني يا اما اثيروسكلروسيس يا اما امبولس. تمام هسه الامبولس عاده بتعمل اكيوت ليمب اسكيميا والاثيروسكلروز عاده بيعمل كرونيك ليمب اسكيميا. فاغلب الاكيوت ليمب اسكيميا بيجيني الكوز تبعها بيكون الامبولس. مين بيعرف الاوريجين اوف ذا امبولاي وين بتكون عاده؟ منين بيجيني الامبولاي عاده؟ من الهارت دكتور اتر فيبريليشن. يا سلام عليك من الهارت. هسه الموست 90% من الامبولس بيجونا من الهارت. اغلب الامبولاي بيجونا من الهارت بيجونا من الليفت فينتريكل. تمام من الليفت فينتريكل الكوز بيكون يا اما انه اتريال فيبريليشن او بيكون مثلا مايترال فالف ريجيرج او مايترال ديزيز. تمام فالموست كومن سايت او اوريجين اوف ذا امبولس عاده بيكون من كاردياك اوريجين اللي هو موست كومن ليفت اتريوم. و10% only 10% من الامبولاس بتكون شاورينج من اورتك او بيرفرال اورتك او ايلياك اث سكلروزس او شيء بيعمل لي شاورينج بس 10% بيرفرالي و90% سنترالية كارديك اوريجين. تفضل دكتور. انفكتيف اندوكاردايتس فيجيتيشنز ممكن تعمل امبولاي ولا صعب؟ صعب عاده بدك يا فالفولار ديزيز المايترال فالف مينلي او اتريال فيبريليشن. اذا في شيء بصراحه انا ما عندي تصور ما عندي فكره عنه. اذا اي كاردياك كوز اوريجين يعني في اكستريملي رير في شيء اسمه مايكسوما بالليفت اتريوم بتكون ممكن تعمل اي كاردياك كوز ممكن يعمل لي شاورينج امبولس. بس احنا بنحكي عن الموست كومون بحاله الاكيوت ليمب اسكيميا. تمام بتكون كاردياك اوريجين موستلي من الليفت فينتري ليفت اتريوم سوري والكوز تبعها بكون يا اما مايترال فالف ديزيز يا اما اتريال فيبريليشن. هذا من الاكيوت ليمب اسكيميا. هسه البرزنتيشن تبع مريض الاكيوت ليمب اسكيميا بيختلف عن البيشنت تبع الكرونيك ليمب اسكيميا. هسه الاسكيميك بين از يعني وان اوف ذا وورست بين ويل ايفر بيشنت اكسبيرينس ويل ايفر بيشنت نو يعني اكثر من يعني سيفير بين. عشان هيك هسه مرضى اللي بيجون عندنا ميزنتريك اسكيميا عاده شو الديسكريبشن تبعهم pain out of proportion يعني عنده وجع شديد بس انت ما تفحص بتحسش هذاك الوجع. فالاسكيميك بين is very severe pain. فمرضى الاكيوت limb ischemia
عاده اللي هو الكوست تبعها امبولس بيجيك صدن اونست لور ليمبين صدن اونست لور ليمبين. بتعرفوا انتم 6 بيس تبعون تبعون الاكيوت ليمسكيميا هذا يساعدنا فيهم. هسه انت عاده البراليسز دكتور تمام. هسه البراليسز عاده يفضل انك تذكرها اخر شيء. البراليسز يعني متلد لمب يعني ادفانس يعني اخر شيء بصير معهم. عاده بلش مريض بايش؟ بالباراستيزيا. الباراستيزيا هي الايرليست ساين اللي بصير مع مريض الاسكيميا تمام. الباراستيزيا الكوز تبعها انه بصير عنده البيشنت نيرف هايبوكسيا تمام. الليتست ساين اللي هي الباراليسيس اللي بصير عند البيشنت ايش؟ بين اسكيميا نيرف اسكيميا. يعني هو بحكي اول ساين بصير مع المريض هي عاده الباراليسيس واخر ساين بصير مع اول ساين بصير الباراستيزيا واخر ساين بصير الباراليسيس مع بسايد حكينا بصير معهم باراستيزيا بصير عندهم بالور بصير عندهم بين وبصير عندهم شيء اسمه بليوثيرميا اللي هي هايبوثيرميا اللي هي كولدنس تمام. و وايش؟ بالسلسنا بالسلس وباراليسس. هاي 6 بي تبعت الاكيوت ليمب اسكيميا تمام. فبالحاله هاي بيجيك المريض عنده الساينز هاي بيكون عنده كولدنس بيكون عنده بلوش ديسكلاريشن للليمب بيكون عنده باراستيزيا سادن اونست بين بالسلس. فهذا كله بيعطيني امبريشن للليمب اسكيميا. معي؟ معك دكتور. معك. هسا الأكيوت الإسكيمي برضو في له تقسيم يعني ما أتوقع أنكم تحتاجوها. بيقسموا له 3 stages الأكيوت الإسكيمي. هما grade A وgrade 1 وgrade 2 وgrade 3. grade 1 بيسموها viable. grade 2 بتنقسم لgrade 2A وgrade 2B. اللي هي grade 2A بيسموها marginal threatened. والgrade 2B بسموها immediate threatened والgrade 3 بسموها irreversible. irreversible يعني فيش أي treatment إلها يعني it's mostly will end with amputation. هذول هم الثري grades تبعون lower limb ischemia acute limb ischemia تمام. شو التريتمنت تبعتي بحالة acute limb ischemia؟ acute limb ischemia قلنا لأنه cause mostly بيكون impulus التريتمنت تبعتي عادة بتكون impulectomy. impulectomy يعني مفتح الارتري ونشيل الامبولس اللي عملت هالأوكلوجن هاي بعدين نشوف البرفيوجن كيف صار تمام. تمام دكتور. هذا عن الاستفسار عن الأكيوت ليمب إسكيميا. هسه الأكيوت ليمب إسكيميا بعد ما نعمل إمبوليكتومي في عنا إشي ثاني بعطي بس عادة بالسيرجري لازم أعمله إذا إنه كان الإسكيميا الإسكيميك تايم أكثر من 4 إلى 6 ساعات عادة بضطر أعمل إشي اسمه فيشيتومي لأنه مرضى الأكيوت ليمب إسكيميا بعد الريبرفيوجن بيصير عندهم إشي اسمه كومبارتمنت سيندروم. أتوقع بتعرف الكومبارتمنت سيندروم أو راح تدرسوا عنه أو بنحكي عنه مرة ثانية تمام. إذا كان الإسكيميك تايم أكثر من 4 إلى 6 ساعات I have to do lower leg فيشيتوميز للفور فيشيز الموجودين باللك لأنه عادة بعد الريبرفيوجن بيصير في عندي compartment syndrome. بعد ما يرجع البلد سبلاي بيصير عندهم compartment syndrome. فإذا الاسكيميك تايم أكثر من 4 إلى 6 ساعات I have to do lower limb fasciotomy. هاي بخصوص الأكيوت limb ischemia. الكرونيك limb ischemia عادة بيختلف حسب حسب severity of of ischemia. يعني عادة المريض عم بيكون نورمال حكينا الأنكل بريكر بشر عندك بيكون عنده بين 0.9 إلى 1.2. إذا عنده إشي اسمه intermittent claudication. intermittent claudication اللي هي الديفينيشن تبعها هي pain in a group of muscle عادة تكون الكالف due to decrease blood flow أو decrease vascular perfusion تمام. عادة تصير pain بالكالف بعد walking distance كويسة مثلا. في تختلف من مريض لمريض حسب درجة الستينوسيس بالأرتري. هسه most common sites إنه يصير عندي فيه occlusion أو atherosclerosis باللور limb اللي هو digital superficial femoral artery. تعرفون الكومون femoral artery اللي هو جاي من الاكسترنال iliac artery
بيكون بعطيني two branches الأورطة بعطيني internal and external iliac arteries. internal iliac بروح للبلفس بعطي للركتم وبعطي للبروستيت وبعطي للبلدر وبعطي كل organ of حتى اللور ركتم. بعدين بروح external iliac artery بعطيني الكومون femoral artery. الكومون femoral artery بعطيني بروفاندا فيمورال ارتري وبعطيني سوبرفيشال فيمورال ارتري. السوبرفيشال فيمورال ارتري اللي هو بروح بكمل بعمل لي البوبليتيال ارتري. بعدين البوبليتيال ارتري اللي بعطيني 3 برانشز انتيرير بوستيرير تيب الارتري والبيرونيال ارتري. هاي يعني حكي سريع عن الاناتومي. تمام دكتور. هسه الموست كومون سايت اللي بصير في اثيروسكلروز حكينا الكرونيك اسكيميا عاده الكوست تبعها اثيروسكلروز. المريض عنده كوموربيديتيز كثير كل مريض سموكر بيكون دايابيتيك بيكون هايبرتنسيف فبيعمل عنده اثيروسكلروسيس بيعمل لي كرونيك لمب اسكيميا. موست كومن سايت اوف اثيروسكلروس باللور لمب عاده بتصير بالديستال سوبرفيشال فيمورال ارتري قبل لا يصير بس يوصل بوبليتيال فوسا بصير بوبليتيال ارتري. قبل لا يوصل بوبليتيال فوسا بالابدكتور كانال في شيء اسمه الابدكتور كانال المفروض انكم تدرسوا عنه هذا او بنحكي عنه مره ثانيه لو في عندنا ابدكتور كانال وفي عندنا الفيمورال كانال هذا وين بكون ماشي الفيمورال ارتري سوبر فيجيت الفيمورال ارتري وفوقيهم في عندنا الانجوينال كانال. هاي اشياء اناتومي اي سبوز انكم تكونوا عارفينها من اول او بنناقشها محاضره ثانيه ان شاء الله. تمام. فالموست كومون سايت للاثيروسكلروسيس هو ايش؟ هو سوبرفيشال femoral artery أو distal يعني distal قبل يصير femoral popliteal distal superficial femoral artery. بيجيك المريض حسب degree of stenosis قلنا بيكون intermittent claudication يعني المريض بتحمل يمشي 100 متر 200 متر 300 متر بعدين بصير في عنده calf pain relief by rest relief pain relief by rest يعني pain بصير على excursion بس. عشان هيك هذول المرضى بسموه ممكن تعملهم إشي إذا الأنكل بريك البشر عندكس كان عندك نورمال بس البيشنت بيشكي من كومبلينت أوف إنترميتنت كلاودكيشن بقولك أنا أمشي 200 متر وصير عندي كالف بين. شو الحل؟ تعمل له إشي اسمه إكسرسايز أنكل بريك البشر عندكس نعمل له إياه على الإكسرسايز. هسا هذا هو الانترميتنت كلاودكيشن. انترميتنت كلاودكيشن عادة التريتمنت تبعه بيكون إيش؟ بيكون باي كونزرفاتيف يعني في ووكينج اكسرسايز. في ناس بيقول لك لا مشي على اسبرين ممكن يفيده بس مين اللي هو كونزرفاتيف ما بحتاج اي سيرجيكال انترفينشن. بعديها الريست بين. ريست بين عاده بيصير مع المرضى متى؟ مين يساعدنا متى بيصير ريست بين لمرضى الكرونيك لمب اسكيميا؟ عاده يا شباب بيكون نكتورنال بين يعني ات نايت بيجيهم. ليش؟ لانه المريض بيكون الوضع الطبيعي بالنهار بيمشي فالجرافيتي بتساعد البلد فلو انه ينزل لتحت مع المسل كونتراكشن. بالليل بيصير بيشنت لاينج فلات لوز ذا ادفانتج اوف جرافيتي فبيجي البين ات نايت وبين ويذ اوت اكسرسايز. تمام. فبصير عنده الريست بين عاده الكوست تبعه يكون سيفير ستينوسيس برضه بالسوبرفيشال فيمورال ارتري. التريتمنت تبعه هو ريفاسكولاريزيشن يعني اعيد له الترويه الدمويه للرجل. ريفاسكولاريزيشن بنعمل باكثر من طريقه اما انه شيء اسمه بنسميه اوبن سيرجري سيرجيكال باي باس يعني نعمل له باي باس جرافت لما بناخذ الجريت سافينس فين نعمل جرافت بين الفيمورال والبوبليتيال او نعمل في بسموها بوب فيمورال باي باس او بوب ديستال يعني بيعمل الباي باس بين الفيمورال ارتري والبيرونيال او الكومن او الانتيرير ايليك او البوستيرير ايليك او في اندوفاسكولار ابروتش اللي بدخل اندوفاسكولار وبحط ستنت اذا انه كانت الستينوتيك سيجمنت شورت اقل من 2 سم بقدر احط فيها ستنت برجع البلد سبلاي. فهذا هو الاكيوت لمب اسكيميا والكرونيك لمب اسكيميا والفينس السر الارتيريال السر والنيوروجينيك ألسر. مرة ثانية ممكن نحكي عن الفينس ألسر ممكن نحكي عن الليمفيديما والشغلات هاي. حدا عنده أي استفسار عن اللي حكيناه يا شباب؟ دكتور هسه الانترميتنت كلاوديكي نعم دكتور لما يجي المريض حكيت انت اكسرسايز تيست بنقدر نعمل ألترا ساوند ولا ما بفيدنا؟ هسه أنا بحكي لك انا ما دخلنا بالموديلتيز اوف اسسمنت
of perfusion of the limb. احنا حكينا easiest, less invasive أو non-invasive هو الأنكل بريكل بشر اندكس. هسه بعدين في عنا arterial أو venous duplex ultrasound. هذا برضو بعطيني إمبريشن قديش الستينوسيس وقديش بيصل البرفيوجن للم. في عنا CT angio بنصور المريض CT angiogram يعني بصوره CT أنا مع كونتراست بالارتري وشوف قديش الستينوسيس وقديش في عنده ديجري أوف إسكيميا. في MRA magnetic resonance angiogram. في عنا انجيوغرافي بدخل بكاثيتر انا وبعطي داي. هاي موديلتيز اوف باسكولار اسسمنت هاي عاده انا بعملها قبل السيرجري او اذا الانكل بريكر بشر اندكس ما فاني. بس انا دائما اي شيء ببلش بالاشياء ليس انفيزف بعدين بطلع الاشياء المور انفيزف. تمام دكتور. اي استفسار ثاني يا اخوان؟ هذا عنده اي استفسار دكتور؟ انا كمان استفسار هسه بالكرونيك بكرونيك إسكيميا بنعطي المريض لو بدنا نروح بنعطي ستاتين ولا ما في داعي؟ بس بحكي لك أعطي ستاتين وأعطي أنتي بليتلت بالعادة إنه بفيد بحسن العدو أوف كلاود جيش بالعادة. الستاتين هو أنتي ليبيد يعني فور هايبر ليبيديميا أنتي هايبر ليبيديميا ميديكيشن عشان ده حد ثاني ما بعرف الدواء. أي استفسار؟ أي حد ثاني غير ليث عنده استفسار؟ ليث برضو إذا عندك استفسار أسأل يعني بس أنا إنك أنت الوحيد اللي قاعد تشارك. يعطيك العافية دكتور. إن شاء الله تكون استفدت بس اليوم. يعطيك العافية دكتور استفدنا جدا. يلا يعطيك العافية السلام عليكم. السلام عليكم دكتور شكرا.